صبحه باطمئنان. لم كنت ما كنت أريده هو أن أزور هذا البلد كسائحة أمريكية، وعندما أزور المسجد أحس بالاطمئنان وبالسلام وأحببت الإسلام. لكن كيف كانت التجربة بالنسبة لك بعد وأنت فقدت 8 من أهلك في 11 سبتمبر؟ ألم تشعري بأن هؤلاء هم الذين تسببوا في ذلك؟ البعض من الأمريكيين اعتبروا الإسلام والمسلمين تسببوا في ضحاياهم، وكيف كان رد عائلتك؟ أعتقد أن إحدى بناتك حتى قطعتك بعد تحولك للإسلام. إيه Indeed they do. صحيح لقد فعلوا ذلك، وعندما هاجموا مركز التجارة العالمي كنت في العمل، وكانت هناك صدمة كبيرة لدي، ولكن لم أشير إلى ثقافة أو إلى أي، وقد يكون أحد استخدم الإسلام كسبب لفعل ذلك، ولكن ليس لدي أي سبب لذلك. لو تحولت إلى ضيفتنا في كاليفورنيا أنجيلا كولينز لأتعرف منها أولا أيضا عن تجربتها، أنت استمعت إلى الأذان في تركيا أعتقد، ثم تحولت إلى الإسلام بعد 11 من سبتمبر في فترة، لماذا؟ ما الذي حدث؟ 11 سبتمبر سبب لك مسألة تحدي أو مسألة فضول أن تعرف هذا الدين؟ 11 من سبتمبر كان أمرا محفزا، وكانت فترة من 97 إلى 2001، وفي تلك الفترة سمعت الأذان كمثل الضيفة الأخرى وفتحت قلبي، ولقد قمت بالبحث وطرحت الكثير من الأسئلة والتقيت بكثير من المسلمين، وبعد ذلك كنت مقتنعة بهذا الدين، ولم أصل إلى فترة أشهر فيها شهادة. وحدث 11 من سبتمبر وكان سهل علي أن أتفهم تعاليم الإسلام والفرق بين نظرية المتطرفين، وكان من الواضح ما جرى وما جرى ليس بالأصالة على الإسلام، وكان ذلك معاديا مخالفا لتعاليم الإسلام. وبعد قراءة القرآن وصورة الرحمن في ذلك الوقت كان من الجلي لي أنها كلمات الرب. بالنسبة لاسمك، أنت اخترت أن تتمسكي بأنجيلا كولينز ولم تغيريه لاسم عربي ولا أقول اسم إسلامي، لماذا؟ لأن الإسلام دين عالمي واسمي عالمي، الاسم الذي أعطته لأمي وأنا فخورة به، وأريد من الناس أن يعرفوا أن الإسلام يصل إلى الغرب ولديه أسماء غربية، وإنه من باب الاحترام تبني أسماء إسلامية وليس إجباري. وفي هذه الحالة لأنني من الغرب يمكن لي أن أثبت أن الإسلام لديه روابط مع الغرب، وأن الأمريكيين يمكنهم إيجاد صلة مع الآخرين. أنجيلا، أنت الآن تديرين مدرسة إسلامية لن نذكر اسمها، بالطبع هناك خشية من البعض بأنه البعض ربما لا يحبون أن يسمعوا ذلك. كان لنا تجربة في إحضار أنجيلا حتى من مكانها في مقاطعة أورنج كاونتي، اضطرت أن تقود سيارتها من أجلنا أكثر من 60 أو 70 ميل أو 100 كيلو متر لتحضر إلى استوديو في لوس أنجلوس، لأن الكثير من الاستوديوهات في منطقتك رفضت أن تخرجي على الجزيرة معنا، واعتبروا أننا نروج للإسلام ونستغل 11 من سبتمبر. لماذا هذا الإحساس بذلك في منطقة مثل كاليفورنيا يفترض أن تكون منفتحة، وإن كنت أعرف أن أورنج كاونتي منطقة محافظة أو جيب محافظ ويميني في منطقة ليبرالية هي الولاية؟ نعم، فقط إنها منطقة محافظة ومن اليمين، وتعرف هذا ما يجري. لقد ظهرت على برنامج فوكس مما يدهش
وتكلمت عن بالأصل على الإسلام بطريقة مقنعة، وتلقيت الكثير من الرسائل تعرب عن الاهتمام، وشعرت أنني أثبت تلك النقطة أن الإعلام يتعرض لرقابة ولا يعرضون الصورة الحقيقية على الإسلام، وهذا ما أثبت. لو تحولت إلى صفية، صفية أنت كان الاسم إليزابيث، هل مقتنعة بمنطق بفكرة أنجيلا بأنه لماذا لا نحافظ على الأسماء إليزابيث ثورس بدلا من صفية القصبي مثلا، أو إليزابيث القصبي لأن هذا اسم زوجك؟ لماذا التغيير؟ هل هناك تأكيد على الهوية أنه يجب أن نغير لأسماء مسلمة أو عربية؟ It's my understanding. We have a lot of freedom. ما أفهمه أن هناك الكثير من الحرية والإسلام في الإسلام، وهذا الاسم عرض علي في مراكش. لم أجبر على قبول هذا الاسم، أحببته كثيرا، وكان لدي اختيار لأبقى على اسمي الأمريكي، ولكن هذا اختياري الاسم العربي. بالنسبة لتجربتك بالنسبة لفلوريدا صفية، أنت اعتنقت الإسلام وتزوجت مصري، أنجيلا أعتقد متزوجة كويتي أو كانت متزوجة كويتي، هل هو الزواج هو سبب أنكم تحولتم إلى الإسلام، بمعنى الرغبة في ارتباط بشخص مهما كان الثمن حتى لو تغيير العقيدة؟ أترك السؤال لأي منكما يريد أن يبدأ. هذا لم يكن في حالتي، لقد أصبحت مسلمة قبل زواجي من زوجي، ولا أعتقد أن ذلك صحيح. بالنسبة لي لقد اعتنقت الإسلام سنتين قبل أن أتزوج، ولقد كنت عملت على برنامج، وكان زوجي رجل الكاميرا، ولكن لم نمارس الدين في إطار زواجنا. رسالة أخيرة في نصف دقيقة من كل منكما، أبدأ بصفية القصبي، إلى مشاهدين لأمريكية كانت يهودية تحولت إلى الإسلام رغم كل تبعات أن تكون مسلما في أمريكا بعد 11 سبتمبر، هل لك من رسالة وكلمة أخيرة صفية؟ أقول الحمد لله لاعتناق الإسلام، سبحان الله لهذه الفرصة للتعلم واعتناق الإسلام، وأريد أن أؤكد أن العالم يفهم أن ما حدث في سبتمبر لا علاقة له بدين بعينه، وإن شاء الله سوف أنا هناك أفضل من ناحية كمواطنة أمريكية، وهذه فرصة للتعلم وفتح عقولنا وعدم فهم الديانات الأخرى. وما المطلوب من الأمريكيات صفية أن يفعلن، أو المسلمين في أمريكا أن يفعلوا 5 سنوات بعد 11 من سبتمبر؟ لو رسالة إلى من هم في أمريكا. الرسالة هو أن نواصل بأن تنمو العقيدة، بأن نكون مسلمات ولن نستسلم، وأحيانا أبكي وأشعر بالحزن، ولكن عندما أصلي فلإخواني وأخواتي المسلمات لا تخفن. صفية القصبي شكرا لك. أنجيلا كولينز، أستمع إلى كلمة منك. Very well said, Sophia. I agree 100%. أتفق مع كلمات صفية، وعلينا أن نفهم الإسلام في إطار مختلف عن أفعال الناس، وللأسف هناك ناس يتصرفون ليس بالأصالة على الإسلام، وهناك ونحن بشر ونقوم بأخطاء، لقد تمت أخطاء في 11 من سبتمبر، والأفضل ما نقومه هو نشر الرسالة، ونحن نساعد الناس، والإسلام رائع، ولو علم الناس بتعليم الإسلام فسيسود
ستسود السعادة. ولسوء الحظ هذا الأمر مخالف الآن، ولكن إن شاء الله سنواصل وجودنا في الإعلام وسنصحح الأخطاء الأفكار الخاطئة عن الإسلام. شكرا جزيلا لكما أنجيلا كولينز وصفية القصبي، مسلمتان جديدتان بعد 11 سبتمبر. بالطبع